مسيرة الصمود سميناها تعبيرا على انه الطلبة هادو باقيين صامدين ومتشبتين بعد 5 شهور من الاضراب، وبعد تعبير عن حسن النية اللي درنا على اساس اننا لا نصعد من اجل التصعيد، والاحتجاج ليس وسيلة والاحتجاج وسيلة وليس غاية، لان الطلبة هادو عندهم واحد المطالب مشروعة صامدين من اجلها، لانه كيامنوا ان المطالب هذه هي جودة تكوين اللي غيستافد منها اولا واخيرا المواطن المغربي. اللي بغيت نوضح هو ان اليوم ما تفاجئنا بهذا التطويق الامني، حنا السلطات كنتعاملوا معاهم وديما كيكون التنسيق ما بيناتنا، ولكن اليوم كنشوفوا انه واحد التطويق امني كبير ما عرفناش علاش، علما اننا حطينا الاشعار ديالنا وكان الامور قانونيه كما العاده. حنا المسيره كنا بغينا نديروها تعبيرا على الصمود ديالنا فقط، وكنتمنى ان السلطات هذه زعما تخلينا نديروا المسيره ديالنا، ما يمسكوا القضيه زعما ضمن وقفه دابا وانزال وطني هنا في ساحه باب الحد. واللي كان الميساج اللي كنبغي نوصل للمسؤولين هو انهم يشوفوا في الطلبه، لانهم راه كيستحقوا ان المطالب ديالهم تستجب لها، وان باب الحوار هما اللي وعدوا بالفتح ديالو ويلتزموا بالوعود ديالو. فكما كتلاحظوا حنا اليوم دخلنا الشهر الخامس ديالنا في هذا الازمه، مازال الحدود الساعه ما لمسناش واحد الحوار اللي جدي، واحد التعامل اللي جدي مع الملف ديالنا. كل ما نريده هو فتح باب الحوار، لا يعقل. انا كنطالبوا بفتح باب الحوار منذ اشهر، يعني منذ الشهر الاول، وحنا كنقولوا بغينا غير فتح باب الحوار بطريقه اننا نحاولوا نلقاو واحد الحلول جديه وعمليه ترضي جميع الاطراف. اين المشكل في ذلك؟ لماذا هذه الازمه ما زالت تطول؟ نحن لا زلنا لم نفهم علاش هذه الازمه باقا قائمه اليوم وحنا في الشهر الخامس. ما يمكنش انها تستمر. كاكدنا عبر زعما جميع الخرجات عبر البيانات ديالنا اننا ناس ماشي ادميين، بغينا الازمه تحل، بغينا ان الحوار يتحل باش اننا نسالي ونرجعوا للمدرجات ديالنا. بلاصتنا ماشي في الشوارع ديال الرباط، بلاصتنا ماشي في امام قبه البرلمان، بلاصتنا في المدرجات ديالنا. واش من الصعب انه يتم التعاطي مع الملف ديالنا بجديه وندخلوا لخرايطنا؟ واش حنا طلبه اللي من خيرة ابناء هذا الوطن ومن خيرة ما جاد به هذا الوطن غنبغيو اننا نبقاو الشارع ونبقاو 5 شهور بلا قرايه؟ راه لا يعقل، لا يعقل. بغينا حل، بغينا حل مع الملف ديالنا، بغينا انه يتم التعاطي معاه بجديه اكبر. وكنأكد لكم ان جميع الطلبه اللي كاينين هنا اليوم كلهم ان فوا يتعطى حل على النقاط اللي خرجتهم من الشارع راه غيدخلوا يقراوا. فين هو المشكل اذا؟ حنا بغينا واحد الباب ديال الحوار يتحل، واكدنا على هذا الشيء. بل اكثر من ذلك اكدنا على حسن النيه ديالنا، عجلنا المسيره، طرقنا باب ديال الوساطات، درنا مجموعه من طلبات ديال الحوار لم يتم استجابه لها. بغينا نفهموا المشكل فين كاين. وكان تطويق بمدينة وجدة في الإنزال المنصرم، حيث أنهم منعونا من التنقل وحيدوا لنا وسائل التنقل وخلونا مرميين في الشارع. عاودنا جددنا الثقة ديالنا في الطلبة لأننا نعتبر ممثليهم وكنوصلوا الصوت ديالنا. خير مثال كتشوفوا هاد الأعداد الهائلة ديال الطلبة اللي جايين باش أنهم يعبروا على الصوت ديالهم. اليوم كنتواجدوا مدينة الشكوى والمظالم، كنعبروا على المطالب ديالنا بطريقة مشروعة بعد أن أبدينا عن حسن نيتنا في البيان المنصرم عندما أجلنا المسيرة الوطنية من 25 أبريل إلى 6 ماي بغية فتح باب الحوار وحل حالة هذه الأزمة. راه حنا بغينا نرجعوا نقراو، ولكن ما جات حتى شي بادرة من عند الوزارتين الوصيتين باش نجلسوا على بادرة الحوار على طاولة الحوار. وحطينا طلب اجتماع مازال ما ردوش علينا، واليوم قمع وتطويق رهيب من طرف السلطات. طلبة الطب والصيدلة الذين يعتبرون من نخب الطلبة، متى كان هذا في تاريخ المغرب؟ لدينا مسلسل نضالي عديد من 2011
2015-2019 وصلنا ل 2024 حيت العنوان ديال 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 المعركة النضالية ديالنا هو جودة التكوين. أعيدها، جودة التكوين. بغينا الأطباء اللي كيتكونوا دابا يتكونوا بطريقة مزيانة باش النهار نخرجوا لي زوبيتو نقدوا أننا نعالجوكم ونعالجو والدينا ونعالجو حتى دوك الوزراء بطريقة مزيانة، ولكنهم ما بغاوش يجلسوا معنا على طاولة الحوار، بل قولوها بين آلاف الأقواس أنهم لجأوا إلى مقاربة القمعية بدلا أنهم يجلسوا معنا في طاولة الحوار وناقشوا هذه المشاكل بكل جدية وبكل مسؤولية. احنا طلبة ديال الطب والصيدلة ما ألفوش أنهم يكونوا في شوارع الرباط وكيحتجوا وكيغوتوا، بل فين كيكونوا في المدرجات ديالهم وكيكونوا في الأراضي ديال التدريب الاستشفائية. هذا العام راه المقاطعة دامت 4 أشهر ونحن في شهرها الخامس، والوزير كيقول لك راه مساعد يدير سنة بيضاء. مش عارفين شنو هي سنة بيضاء. سنة بيضاء هي الطامة الكبرى لبلادنا، لهذه البلاد الجريحة. فنحن هنا من أجل الوطن، وحنايا أحرار باش أننا نعبروا عن الصوت ديالنا. فالناطق أول ما ينطق أن المغرب من بيت الأحرار، فنحن أحرار وبغينا نعبروا عن الصوت ديالنا، ولكنهم لجؤوا المقاربة القمعية وراكم شفتوا كلشي على عينيكم. كنتمناو من أن الوزارة ترجع للرشد ديالها وتجلس على طاولة الحوار ونساليو هذا المشكل وندخلو نقراو. تحياتي.